ابوي ليش تكبس؟ قلنا نلحق بدون ما يدري. اقول لك اسكت انت. تبي الطريقه يا استاذ. النشبه دايبي. الو عامر يا اخي هدي السرعه، ما احنا عارفين نلحقك. جالسين نطاردك وانت مسرع مره. كم مره انت شو تقول له؟ يعني هذا وقتنا الحين. عامر وقف يا عامر. من ذولي؟ عامر وقف. شكلهم مباحث، تعالي الحين اضيعهم. وقف يا عامر وقف. كفو عليك يا طارق. كفو ذي وين اصرفها؟ دزني ب 10% زياده لاني زبنتكم المباحث. لو الدرج اللي ورا ذا يسوق كان الان انطرحنا وبالتوقيت. قلق الحفلة يا ابوي، هذا مبنى شركات. يعني يكتبوا علينا انه ما في حفلة؟ لا لا ما هي بحفلة ذي. قوم شوفوا ايش حاصل. وش ذا؟ شكلهم بيسرقون. يا ابويا الاشكال دي ما لها الا الحكومه تربيها. سلامات ام حق حرامية. قطوا يا عيال قطوا. ولا حرك انت وياه، ارفع يدينك. ايش الارجي يا ابوي؟ انا ما سويت شيء. يا جماعة الخير انتوا فاهمين غلط، احنا الابرياء واللي صوت جوا حتى بالامارية انا اللي بلغت. طول العمر اعطنا فرصة نحاسي. هلا بالعيال. وشلون كذا الله يطول لي عمرك؟ حرامي برا واحنا جوا. راح نطلعكم، يكفيكم اللي جاكم. ها بس فهمتها، عامر مباحث. لا يا كفته، عامر مو مباحث، عامر لما تدري انهم لصوص بلغ عليه وتعاون مع الحكومه. اعطوك المكافاه يا عامر. مكافاه ان الناس اللي برا مفتكين من شركم.